لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 16، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا ابن باز وابن عثيمين يكفر المسلمين. شفنا في الحلقة اللي فاتت الدكتور السويدان قال الوهابية السلفية عايزة تفرق أهل السنة، والعلامة ابن باز قال إن المبتدعة بينفوا جهة العلو لله، وشفنا الشيخ جيل صادق بينقل إجماع علماء السنة والجماعة اللي بين قوسين اللي هم الأشاعرة على تكفير من نسب المكان أو الحيز أو الجهة أو العلو لله، نقلا عن إمام الحرمين الإمام الجويني في كتابه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ونعيد كلامه ونشوف الفيديو اللي جاي ونشوف الشيخ جيل صادق هيقولنا إيه في الفيديو ده. مما لا شك فيه عند علماء أهل السنة والجماعة تكفير من نسب المكان أو الحيز أو الجهة لله سبحانه وتعالى. وإليكم ما يقول إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي المتوفى سنة 478 للهجرة في كتابه كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، طبعة دار الكتب العلمية الطبعة الأولى 1416 للهجرة، في الصحيفة رقم 21 يقول الإمام: وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم متحيز مختص بجهة فوق تعالى الله عن قولهم. وحسب كلام الشيخ جيل صادق الأشاعرة أهل السنة والجماعة أجمعوا على تكفير اللي بيقول ان الله فوق السماء او فوق العرش زي ما بيقولوا السلفية الوهابية. وطبعا الأشاعرة بيعتبروا الغالبية من المسلمين او هم الأمة الإسلامية زي ما هنشوف الشيخ القرضاوي في الفيديو اللي جاي هقولنا ايه. بعض الناس يطعن في عقيدة الأزهر الشريف، فما رد فضيلتكم على هذا المكان؟ عقيدة الأزهر الشريف، كل الأزهر الشريف كده عاخدته يعني بيطعن في الأشعرية يعني. لا هو ليس الأزهر وحده أشعريا، الأمة الإسلامية أشعرية يعني، هذا الأزهر أشعري والزيتونة أشعري وديوبند أشعري وندوة العلماء أشعرية ومدارس باكستان أشعرية وكل العالم الإسلامي أشعرية. السلفيين مجموعة صغيرة، حتى يعني إذا قلنا السعودية ليس كل السعودية سلفيين، الحجازيين غير النجديين، غير المنطقة الشرقية، غير منطقة ديزان وكذا. فإذا خدنا بالأغلبية أغلبية الأمة أشعرية. الشيخ القرضاوي قال إن مش الأزهر إلا أشعري وبس، لا ده الأمة الإسلامية كلها أشعرية والسلفية أقلية. في حلقة النهاردة هنواصل معركة أين الله، وهنبدأ بالدكتور السلفي طارق السويدان ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. يا أخي الأمة تفرقت، الآن يأتون هؤلاء يريدون يفرقون أهل السنة. طيب أهل السنة اليوم 95% منهم من الأشاعرة الماتريدية. 95%؟ 95 نعم، أنا سويت إحصائية. أنا عندي كتاب عن تاريخ الإسلام وعاصم والوضع الحالي في المسلمين. دكتور طارق السويدان بيأكد أن الأشاعرة بيمثلوا 95% من المسلمين، وأن السلفية الوهابية عايزة تفرق الأمة. ونشوف مع بعض الشيخ ابن باز هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق السلطة جميع الخلق، وجهة التي وفيها جهة العلو وهي ما فوق جميع الخلق. وفي الحقيقة في نقطة مهمة جدا تتفهم بين السطور من كلام الشيخ ابن باز، وهو كأنه بيقول أن علماء السلفية الوهابية حتى لو كانوا أقلية لا تذكر، هم علماء الإسلام، هم علماء المسلمين، وبقية العلماء أو علماء الأشاعرة دول مش مسلمين، علشان كده إجماعهم ملوش أي قيمة لأنهم مش مسلمين، ولكن إجماع السلفية الوهابية ولو كانوا أقلية ده يعتبر إجماع علماء السنة. وزي ما عودناكم في البرنامج إن إحنا دايما نكون منصفين، هنشوف الشيخ العثيمين وهو تلميذ ابن باز يرد على من يقول كيف تضللون الأشاعرة وهم 95%، وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي.
الجواب، الجواب عن السؤال الأول. ما هو الأول؟ النسبة. الجواب أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. بيقول أنه لا يسلم أن نسبة الأشاعرة بهذه النسبة العالية، وأن الموضوع ده محتاج إحصائية، مع أن الشيخ السويدان بيقول أنه معاه إحصائية. وزي ما سمعتوا في بداية الحلقة دي وفي الحلقات اللي فاتت، ونواصل مع بعض ونشوف رده ونشوف الفيديو اللي جاي. ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. يعني هذا لو سلمنا جدلا أنهم يمثلون 95%، فهل هذا القدر يعتبر حجة يجب الأخذ به؟ الجواب لا، الحجة في إيش؟ في الإجماع. الشيخ ابن عثيمين بيقول أنه لو سلمنا جدلا أن هم بيمثلوا 95% برضو ده لا يعتبر حجة، لأن الحجة في الإجماع، ومش عشان عددهم كتير هيكونوا معصومين من الخطأ. وخلينا نواصل الرد ونشوف الفيديو اللي جاي. طيب، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من سلط هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة. ابن عثيمين بيقول إجماع علماء الإسلام قديما على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، وأن الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم أجمعوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائقة بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون وإجماعهم حجة ملزمة. وأنا عايز أفكركم في أول الحلقة أن ابن باز قال قد أجمع علماء الإسلام أن الله في السماء فوق العرش فوق جميع الخلق، وبالطريقة دي الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيكفروا 95% من المسلمين. أو ممكن نقول أن الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين بيقولوا أن المسلمين هم السلفية الوهابية فقط، وأي حد تاني مدان بالكفر حتى تثبت تهمته بالكفر. ودلوقتي هنقول لكم إجماع علماء الإسلام أو إجماع علماء 95% من المسلمين اللي هم الأشاعرة، ونشوف الأشاعري الشيخ جيل صادق هيقول لنا إيه. إخوة الإسلام والإيمان، من اعتقد أن الله تعالى جالس على العرش أو ساكن السماء أو أن الله تعالى يحل في مكان لا يكون من الموحدين، لا يكون من المسلمين، إنما يكون من الكافرين والعياذ بالله تعالى. وإليكم كتاب البحر الرائق في شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية للإمام الشيخ العلامة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفي المتوفى سنة 710 هجرية. هذا الكتاب هو المجلد الخامس، طبع دار الكتب العلمية، الطبع الأولى سنة 1418 للهجرة، في الصحيفة 202. يقول ويكفر بإثبات المكان لله تعالى، فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لا يكفر، وإن أراد المكان كفر. هذا ما عليه علماء أهل السنة والجماعة، ثبتنا الله وإياكم على عقيدة الإسلام، والله تعالى أعلم وأحكم. وأنا هشرح لكم وأوضح لحضراتكم أهم نقاط قالها الأشاعري جيل صادق في أول الفيديو. قال من اعتقد أن الله تعالى جلس على العرش أو ساكن السماء أو إن الله تعالى يحل في مكان لا يكون من الموحدين، لا يكون من المسلمين، إنما يكون من الكافرين ولا يعوذ بالله. يعني اللي يقول إن الله فوق العرش أو في السماء ده مش موحد، يعني مشرك، يعني أشرك بالله أو مرتد خرج من الإسلام، ولازم ينطق الشهادتين مرة تانية علشان يدخل الإسلام.
يا سلفية وهابية علماء الإسلام الأشاعرة اللي بيمثلوا 95% من المسلمين بيحكموا عليكم بالردة عن الإسلام لأنكم بتقولوا إن الله فوق العرش وفي السماء والمرتد لازم يستتاب ويتوب وينطق الشهادتين. وإذا رفضتوا يا سلفية يا وهابية أنكم تتوبوا وتسيبوا الكلام ده اللي بتقولوا عن الله أنه في السماء وفوق العرش فلازم يتنفذ فيكم حد الردة، وده حكم 95% من المسلمين وعلماء المسلمين عليكم. وتابعوني في الحلقة الجاية علشان نواصل مع بعض معركة أين الله بين السلفية والأشاعرة، والتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين حكم.